طيب حصل قبل كده كتير والناس كتير قوي اتكلمت عن الانترنت في مصر، منهم ماتريكس 2019، منهم ناس كتير قوي اتكلموا عن مشاكل في النت في مصر. انا النهارده مش جاي اقول لك يعني النت حلو، مش جاي اقول لك ان الحاجات دي كده، ولكن انا جاي اقول لك حاجه، ان سبب بطء النت مش دايما بيبقى من الشركه. يعني انا عايزك تتخيل كده الموضوع، مش دايما بطء النت بيبقى من الشركه، لا ممكن يبقى من الدعم بتاع الشركه، ولكن مش دايما بيبقى من الشركه نفسها. تمام؟ يعني مثلا ندي مثال على اي شركه في مصر، كل الشركات زي بعض على فكره، عامه في سرعه النت كل الشركات زي بعض، في معظم الخدمات كل الشركات زي بعض، في العروض كل الشركات زي بعض، في كل حاجه. يعني مثلا تي ادي عملت ميجا بلس، اتصالات عملت تورنيدو، هي ونفس العروض ونفس كل حاجه. تمام؟ انا دلوقتي جاي احكي لك اللي حصل معايا بالظبط وتجربتي اللي لحد ما كويسه، انا جاي احكي لك كتجربه اوليه فقط مش كحاجه يعني. تمام؟ انا النهارده او يوم بالظبط يعني يوم 11 اللي فات كلمت شركه اتصالات، قلت لهم انا النت عندي وحش وانا عايز اعلي سرعه الانترنت، لان انا فعلا كده بنزل فيديوهات على اليوتيوب وبتاع ومش عارف استخدم النت وسرعه النت عندي وحشه جدا. تمام؟ النت عندي كان كام؟ كان 4 ميجا. تمام؟ بعد كده اللي كلمتني او ضربت عليا قالت لي انت باقتك خلصت ولازم تستنى اليوم 15، لما انا قلت لكم لازم استنى 15 عشان اعلي النت في الفيديوهات اللي فاتت، مش فاكر قلت ولا اصلا. المهم يعني فحصل، والنهارده المفروض النهارده يعني 15، انا الحلقه دي بتسجل يوم 15، كلمتهم وعلوا لي فعلا سرعه النت ب 16 ميجا. السرعه عندي وصلت كامله، وصلت كامله جدا، كمان سرعه الداونلود بتوصل عندي الميجا و800 كيلو بايت، وده كويس جدا جدا. انتوا عارفين يعني المفروض توصل ميجا ونص وانت طالع لحد ما، ولكن وصلت لميجا و800 كيلو بايت وبتثبت على كده وبتنزل لميجا ونص وشغال زي الفل. تمام؟ وما هسيب لك هتلاقي قدامك فيديو بيوضح الموضوع يعني. المهم انا بقى طبعا مش جاي النهارده اقول لك يعني عشان اتصالات عملت معايا كده وهقول لك العروض بكام وكل حاجه، بس يعني مش عشان اتصالات عملت معايا كده يبقى كده اتصالات ان هي احسن شركه في مصر، لا انا جاي بقول لك ان كل الشركات زي بعض. حصل مع مستر ابو علي قبل كده وطلع وقال لك ان حصل معايا كذا 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 مع شركه وي، وكنت طالب مش عارف 16 ميجا تقريبا او حاجه زي كده، 15 ميجا مش فاكر بالظبط يعني الارقام، ولكن قال لك لا كان بيوصلني 1 ميجا بس، وكانت مفيش حد عمل لي كذا، وطلعت المشكله مش من عند الشركه، وطلعت المشكله في مشكله في راوتر مستر ابو علي، او مشكله في ايه عند مستر ابو علي. تمام؟ المشكله عنده هو، المشكله مش عند الشركه. المشكله طبعا كانت في الشركه ان هي ما بعتتش حد من الدعم الفني يظبط له السلك والحاجات بتاعه الراوتر او يغير له حاجه، انا مش فاكر الموضوع بالظبط يعني. تمام؟ بس المشكله كانت طلعت في الاخر ان هي من عند مستر ابو علي، ولكن المشكله كانت من الشركه من الدعم الفني انه مش ما بعتش حد يصلح له المشكله دي عشان يوصل له سرعه النت الكامله. لما راح لشركه اورنج حصل وبعتت له واحد وظبط له كل الكلام ده وسرعه النت وصلت عنده كامله 100%. تمام؟ فزي ما قلت لكم مش دايما بتبقى المشكله من الشركه، مش دايما بتبقى المشكله في مصر. تمام؟ ده اللي اقصده يعني. الانترنت في مصر مش احسن انترنت طبعا، طبعا احنا متاخرين جدا جدا، ولكن الفكره ان احنا برضو يعني بنحاول نمشي حالنا. تمام؟ لو بنحاول نمشي الدنيا والشركات بتساعدنا على ده. يعني مثلا انا اشتركت النهارده في ال 200 جيجا على حاجه اسمها تورنيدو في اتصالات، ال 200 جيجا ب 220 جنيه وده كويس جدا. تمام؟ يعني ده 16 ميجا 200 جيجا في الشهر ب 220 جنيه، وعندك تقريبا ال 100 جيجا ب 120 او حاجه زي كده، انا مش فاكر بالظبط، لا مش عارف 120 ولا كام، بس يعني ارقام برده مش كتير، او ال 75 جيجا ب 120 حاجه كده. تمام؟ بس ده كان اقل حاجه يعني. فممكن اسيب لك الرابط اسفل الفيديو للعروض كلها في اتصالات، انت ممكن تشوف اللي انت عايزه. وعندك برده كان في ميجا بلس قبل كده في تي داتا ونفس الكلام برده ونفس الارقام، عندك دلوقتي في وي في العروض كلها موجوده ونفس الكلام ده برده في شركه وي. ف يا جدعان مش دايما بتبقى المشكله من الشركه يعني. ايوه الانترنت في مصر مش احسن انترنت زي ما قلنا، مش اسرع انترنت، مش متقدمين قوي للدرجه دي، ولكن برده احنا مش هقول لك احسن من غيرنا كتير، ولكن الفكره يعني نمشي حالنا، مش كل حاجه على النت. انا عارف ان المشكله اللي حصلت مع ماتريكس ومع شركه اتصالات دي مشكله مش سهله وموضوع رخم يعني، وحصل حاجات كده، حتى حصل لعب في الموضوع وواحده كلمته وما طلعتش تبع اصلا اي حاجه وحوارات كده حصلت. ما تقلقش بالشركه انا عارف، ولكن زي ما قلت ان برضو الناس اتصلت بيه واعتذرت له من شركه اتصالات وقالت له لا ده مش من عندنا ومش عارف ايه واحنا اسفين لحضرتك ومش عارف ايه. فمش دايما الموضوع يا جدعان بيبقى من الشركات. تمام؟ مش دايما نيجي نطلع في فيديوهات ونحط على الشركه ونقول الشركه هي اللي عملت كذا وهي اللي عملت كذا، وشركه اتصالات وشركه تي داتا واورنج. انا عارف ان الشركات دي مش احسن شركات في العالم، ولكن زي ما قلنا ان على الاقل الناس دي نقدر ان هم بيحاولوا يقدموا كل اللي عندهم ويديك عروض كويسه. تمام؟ في عرض اللي انا اشتركت فيه اسمه تورنيدو 16 ميجا 200 جيجا في الشهر ب 220 جنيه، ده عرض ممتاز جدا انا شايفه، بيوصل لي السرعه بعد
ساعه بالظبط، بعد ساعه وصلت للسرعه 16 ميجا كامله. تمام، يعني اظن انها كامله على رايي انا، على كلام الجرنوسي في اخر مره شفته في الميجا بلس، اعتقد انها كده واصله لي السرعه كامله. تمام، وبرده يا جدعان حاجه اخيره، بس دلوقتي احنا كام؟ تمام، حاجه اخيره، موضوع برده السلك، السلك بتاعك برده ممكن يكون جودته وحشه، فده برده بيوصلك سرعه نت كويسه. نفس الكلام حصل معايا قبل كده في نفس النت ده ونفس الراوتر ده، حصل معايا وكانت السلك عندي، سلك التليفون نفسه وحش وكان في تقطيعات كتير، ده كان بيخلي النت يفصل مثلا ويشتغل ساعه في اليوم، تحس ان هو بيلعب معايا، يعني مثلا تلاقي النت فجاه اشتغل كده نص ساعه ولا ساعه وبعد كده يفصل بقيه اليوم، فاهم؟ اللي هو موضوع غريب قوي. تمام، بقى ما غيرت السلك النت اشتغل زي الفل. تمام، فمش دايما نحط على الشركات، مش دايما الموضوع في الشركه بس يا جدعان، يعني مش حابب اتكلم اكتر من كده، هسيب لك العروض بتاعت اتصالات اسفل الفيديو. طبعا ده مش اعلان يعني يا جدعان، انتوا عارفين ان انا ما بعملش اعلانات للحاجات دي، فهسيب لك العروض دي اسفل الفيديو. وانت حابب تشترك في اي حاجه، وزي ما قلت لك وي زي اورنج زي اتصالات كلهم واحد، اللي تلاقي عرض عند ده هتلاقيه عند ده وهتلاقيه عند ده وبنفس الاسعار كمان. تمام، اشترك مع اللي يريحك، اهم حاجه تكون متاكد ان او تجيب حد من الدعم الفني يظبط لك الدنيا كلها قبل ما تركب النت، عشان لما يحصل مشكله تعرف ان المشكله مش من عندك انت، لا المشكله من عندهم هم بس. وبرده في اخر الحلقه مش عايز اقول لك ان هم الشركه ما بتغلطش او الشركه ما فيهاش اخطاء، لا الشركه بيبقى فيها حاجات وفي فعلا فلتات كده بتحصل، ولكن زي ما قلت لك بيبقى اخطاء من الناس اللي هو الناس اللي شغاله هناك، يعني بتبقى حاجات بسيطه مش مقصوده، وساعات يعني ساعات بيبقى مقصود في حاجات كده خفيفه ولكن يعني حاجات بسيطه. تمام، ف نهدى على الشركات يا جدعان، نهدى على الشركات. بس شكرا عشان شفت الفيديو، يا ريت لو عجبتك الفيديو ده واستفدت باي معلومه من الفيديو ده تعمل لايك للفيديو. يعني اعتقد ان الفتره الجايه هننزل فيديوهات اكتر بقى، لان النت ان شاء الله اتظبط يعني، وباذن الله ننزل فيديوهات اكتر والجوده تتظبط بقى بتاعت الكاميرا. فما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه كل مره تشوفني، يعني يا ريت لو مثلا حابب ناس ثانيه تشوف الفيديو ده ممكن يعني يطلع في ريكومندد او حاجه للناس ثانيه تستفيد، فاعمل لايك للفيديو ده بحيث الناس ثانيه تستفيد، ولا حابب ناس ثانيه تستفيد من الفيديو ده اعمل شير الفيديو ده في اي حته. وشكرا جدا وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. يعني عارف انت زهقت من كلمه وبس كده وبس كده وبس كده، انا عارف انت زهقت من الكلمه دي بس ايه اتعودت عليها بقى وكده، معلش بس كده. سلام.